معركة الولجة. كانت المشكلة الرئيسية لدى قائد الجيش الإسلامي في العراق البطل خالد بن الوليد وحربه مع الفرس أنه يتعامل مع إمبراطورية عظمى يمتد تاريخها إلى أكثر من 1000 عام، ولم تكن المعارك التي يخوضها مع فارس كتلك المعارك التي اعتاد عليها في جزيرة العرب. معركة واحدة فاصلة وينتهي الأمر، إما بالنصر أو الهزيمة، بل إن الوضع في العراق مختلف تماماً مع خالد وجنده، لأنهم وما أن ينتهوا من معركة إلا ومعركة أخرى تطل في أنيابها عليهم، لأنه يتعامل مع دولة عظمى، فما أن ينتهي من معركة ومن جيش إلا وترسل فارس جيشاً أكبر. لذلك كان موضوع إخضاع العراق لحكم الدولة الإسلامية لم يكن بالأمر الهين، وما خالد وجنده في العراق إلا عناوين مشرقة في تاريخ الأمة، لأن حجم التعب والإرهاق كان عظيما، وكان الجهاد هناك أمر مختلف، فهم أمام إمبراطورية عظيمة حكمت نصف الأرض في ذلك الزمن. قبل هذه المعركة انتصر خالد وجنده في معركتين كبيرتين على الفرس، وهما معركة ذي السلاسل في كاظمة ومعركة أليس، أو ما يطلق عليها معركة نهر الدم. وبعد هذين الانتصارين الكبيرين جهز الفرس جيشين كبيرين وبعثوا بهما لملاقاة جند الإسلام، وكان على خالد بن الوليد أن يأخذ قرارا سريعا، وهو ملاقاة الجيشين بشكل منفرد قبل أن يجتمعا تحت لواء واحد. فانطلق مع جيشه لملاقاة الجيش الأول الذي كان بقيادة دهية من قادة الفرس، وهو أندرزجر. هذا القائد الفارسي قرر الاستعانة بعدد من القبائل العربية الموالية لدولة فارس، ومنها قبائل بكر بن وائل، وهذه الاستعانة لم تكن اعتباطية أو بسبب نقص في أعداد جند فارس في هذه المعركة، بل لأن هذا القائد الفارسي ظن أن القبائل العربية ستكون أدرى في قتال العرب، وكانت قبائل بكر بن وائل متمرسة على القتال، وكانت تعيش هذه القبائل على تخوم إمبراطورية فارس. اختار أندرزجر القائد الفارسي لجنده سهلا قريبا من نهر الفرات، وهو سهل واسع بين هضبتين مرتفعتين، واختار موقع المعركة وهو السهل، لأن أعداد جيشه أكبر بأضعاف من أعداد جند المسلمين. وصل جيش خالد إلى السهل ونزلوا مقابل جيش الأعداء، ونشر خالد الأعين ليضع خطة جامعة مع أمراء الجيش الإسلامي، ولم ينتظر طويلا سيف الله حتى أعد الجيش ووضع الخطط. وفي اليوم 22 من شهر صفر من العام 12 للهجرة من عام 633 ميلادي كان يوم اللقاء. في صباح هذا اليوم أراد قائد الفرس وضع الرهبة في قلوب المسلمين، فأمر أحد أشرس وأمهر القادة في جنده، وهو مارد ضخم جدا، وطلب المبارزة، فخرج له الأسد خالد بن الوليد. ولم تدم المبارزة دقائق حتى أعلن سيف خالد ذلك السيف المسلول، أعلن تمزيقه لماردهم، فكبر المسلمون وحمل خالد وحمل معه المجاهدين حملة واحدة، وأمرهم بالهجوم على جيش الفرس. فرح القائد الفارسي أندرزجر بقرار خالد وهو الهجوم، لأن أعداد جند الفرس أكثر من المسلمين بأضعاف، لكنه وبعد ساعة من القتال اندهش من بسالة الجنود المسلمين ومن ثباتهم ومن حرفية قائدهم خالد. وكان قائد الفرس يقوم بتغيير الجنود المشتبكين بالقتال كل ساعة تقريبا ليلحق التعب في جند الإسلام، ولأن أعداد جيشه كبيرة كما أشرنا، وكان لهذه الخطة أثر كبير على تراجع المسلمين. وهنا بدل القائد الفارسي من التكتيك
وتحول من الدفاع إلى الهجوم، ومع اشتداد القتال بدأ الجيش الإسلامي بالتراجع والتقهقر أمام ضربات قوية ومباشرة. وكان الجنود المسلمين مندهشين من أن خالد بن الوليد لم يغير من تكتيك المعركة أي شيء، فخالد لا زال يقاتل هو وفرقته الخيالة، ولا زال مشتبكا بشكل عنيف مع الفرس رغم التقهقر الكبير لدى الجيش الإسلامي. ورأى الجند أن خالدا يتراجع رويدا رويدا مع تراجع الجند، حتى أصاب العديد من الجند الخيبة، واعتقد آخرون أن جند الإسلام مهزومون لا محل. كيف يكون هذا؟ خالد بن الوليد القائد الحصيف والقائد المقدام يهزم؟ أيعقل أن سيف الله لم تكن لديه بدائل؟ جيش المسلمين يتراجع لكن ببطء، وسبب تراجع القلب ببطء هو تفاني خالد وفرقته في القتال، لكنهم يتراجعون وكأنهم ينفذون خطة. لكن ما هي هذه الخطة؟ هل هي خطة انسحاب لتقليل الخسائر في الأرواح؟ وفي الأثناء اندفع جند فارس دفاعا كبيرا إلى أرض المعركة، وأمر قائدهم كل تشكيلات الجيش الدخول إلى ميدان المعركة، وخاصة إلى القلب، لأن المعركة بالنسبة للفرس تقريبا انتهت لصالحهم. وأمام هذه الضربات العنيفة تراجع قلب الجيش الإسلامي بشكل مرعب، وباتت الهزيمة قاب قوسين أو أدنى. لكنه خالد يرى رأيه ويعمل به، محترف في القيادة العسكرية، يجيد وضع الخطط كما يجيد تنفيذها على نحو جامع. في ليلة المعركة وقبل أن يبدأ القتال، أخذ خالد سرية من الخيالة بقيادة ضرار بن الأزور، وأمرهم أن يلتفوا حول الهضبة من ميمنة وميسرة الجيش الفارسي في مسافة طويلة، ولم يكن أحد من المسلمين يعرف هذه الخطة مبهرة. وعند تراجع قلب الجيش الإسلامي واندفاع كل جند فارس، أعطى خالد إشارات سرية لم يفهمها المجاهدون الموجودون في الميدان إلا جزء من الخيالة، الذين بدأوا بالانسحاب من الميدان مسرعين إلى الهضاب حسب أوامر خالد. وعندما تجمع الفرسان المسلمين من الخيالة وانضموا إلى ضرار وجنده، خرجت من خالد بن الوليد إشارات، وهذه الإشارات وصلت كشكل أوامر الخيالة الموجودين على الهضاب البعيدة، وصلت إلى ضرار بن الأزور الذي كان يتشوق هو وجنده الدخول إلى المعركة. وصلت الأوامر وإذا بالخيالة المسلمين من الجانبين ينقضون على مؤخرة الميسرة ومؤخرة الميمن للجيش الفارسي. وعندما أغلق ضرار وجنده رأس الكماشة من الخلف، أعطى خالد أوامره للقلب بالهجوم المضاد، وتحولت فرحة النصر للفرس إلى صدمة وخذلان من هذه الخطة الغريبة التي اتبعها العبقري خالد بن الوليد. تكتيك الكماشة ابتكار مرعب لخالد بن الوليد، قلب الهزيمة إلى نصر، وتراجع قلب المسلمين ليدخل الفرس إلى داخل الكماشة، فانقضوا عليهم كالأسود، وبات الفرس في دائرة مغلقة، ودبت الفوضى في جنود الفرس، ولم يعد للتنظيم مكان لديهم. وبات العسكري منهم لا يفكر إلا بالهرب من دوامة النار التي وضعهم فيها خالد بن الوليد وجنده. ولم يفلح بالفرار من أرض المعركة سوى عدة آلاف فقط. قتل في هذه المعركة الخالدة من الفرس أكثر من 25,000 جندي، ومن المسلمين لم يتجاوز عدد الشهداء 2,000 شهيد. عندما وصلت بشائر النصر للخليفة أبي بكر الصديق في المدينة المنورة، قال بأعلى صوته يبشر بالنصر ويصف بطولات خالد بن الوليد، قال: عدا أسدكم خالد على أسدهم، فغلبه على لحمه، عقمت النساء أن يلدن مثل خالد.